بإذن الله هنبدأ مع بعض. أول سؤال هنجيب النهاردة بإذن الله كام سؤال كده مع بعض، نحاول نسترجع بيهم المعلومات اللي احنا درسناها خلال الترم في صورة اختر الإجابة الصحيحة. وطبعا زي ما شفنا في امتحانات الفيزياء بتاعت أولى وتانية ثانوي اللي امتحنوها امبارح والنهاردة، عايز أقول إنه بعيدا عن التعقيد كل الأسئلة جاية في صورة جميلة جدا، ممكن تكون محتاجة شوية تركيز، لكن اللي احنا بنقوله إن احنا عايزين نبعد عن الأسئلة المعقدة اللي ما تخصش منهجنا أصلا، ونركز أكتر في المنهج ونذاكره مذاكرة سليمة زي ما كنا بنذاكر زمان. ولكن احنا نتوقع ان السؤال هيبقى شكله بس متغير مش اكتر، يعني ما نعتبرش ان الفيزياء هي البعبع، وباذن الله زي ما كانت الفيزياء بتاعت اولى وثانيه ثانوي ومبشره، ان شاء الله امتحانكم برضه هيبقى مبشر. وطبعا هيبقى باذن الله زي ما هنشوف الاسئله اللي هتيجي في شهر ابريل، زي ما الوزير بتاعنا قال لنا ان الامتحان التجريبي هتشوف شكل الامتحان وتعرف الدقه بتاعت السؤال عامله ازاي. نبدا بس النهارده باذن الله باول سؤال معانا، اختر الاجابه الصحيحه. ده سؤال المفروض ان هو من الاسئله النظريه اللي ممكن يجي في صوره علل، عشان برضو ما نقولش ان احنا بنشتغل بالنظام الجديد او بالنظام القديم. هي الفكره كلها ان السؤال هو المنهج بتاعنا يا جماعه، لكن فكره ان السؤال يتحول لاختر الاجابه الصحيحه هي دي النظام الجديد. فكره النظام الجديد برضو بتعتمد على الاسئله اللي بتخليك تبقى عندك القدره على التحليل والتفسير، مش بتحط السؤال اللي انت حافظه مجرد ان انت حافظه بس مش اكتر. يعني السؤال ده كان في النموذج الاسترشادي السنه اللي فاتت، نماذج الوزاره اللي منزلاها الوزاره، نموذج استرشادي 2020، ده كان سؤال من ضمن الاسئله. ده سؤال يواضح ان هو نظري مش مسائل ولا رسمه ولا اي حاجه. بيقول لي لا يستخدم مغناطيس اقطابه مستويه في الجلفانومتر، لانه في الحيز الذي يتحرك فيه الملف هتكون كثافه الفيض المغناطيسي الناتج عنها يا ترى متغيره مع دوران الملف، ولا ثابته، ولا عموديه على مستوى الملف، ولا موازيه لمستوى الملف. لو احنا قرينا السؤال بتحليل ومنطق زي ما احنا قلنا بالراحه، احنا كنا بنقول بنستخدم في الجلفانومتر مغناطيس اقطابه مقعره. طب كان ايه السبب يا جماعه؟ عشان يبقى اقطابه مقعره كنا بنقول حتى تكون خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار، تمام، وبالتالي يظل الفيض المغناطيسي ثابت في الحيز الذي يدور فيه الايه؟ الملف، تمام؟ فبالتالي لما ما نستخدمش بقى الاقطاب المقعره بتاعت المغناطيس وتبقى الاقطاب مستويه، يا ترى هل الفيض المغناطيسي هيبقى ثابت ولا متغير؟ طبعا يبقى احنا هنا بنفكر بطريقه بسيطه جدا. السؤال انا درسته كويس الجزء ده من المنهج اللي هو بيتكلم على الجلفانومتر، ونسترجعه كده مع استاذ ايمن. استاذ ايمن، الجلفانومتر كان المفروض بيستخدم فيه قياس شدة التيارات الضعيفة، وكنا بنقول في الجلفانومتر إن هي فكرة عمله على عزم الازدواج، فإحنا عايزين في الجلفانومتر إن يكون عندنا عزم الازدواج في قيمة عظمى، وعزم الازدواج بيكون في قيمة عظمى قلنا قبل كده لما يكون مستوى الملف موازي، ولما يكون مستوى الملف موازي هتكون خطوط الفيض وضعها إيه على الضلعين بتوع الملف؟ هتكون وضعها عمودي على الضلعين بتوع الملف، فنضمن ان عزم الازدواج هنا هيكون في القيمه الايه؟ العظمى. العظم، تمام. وبالتالي احنا بنقول يا جماعه زي ما انت تفضل كده، الجلفانومتر لو حبينا نسترجع بسرعه قصته زي ما هو قال لنا، بيستخدم في قياس شده التيارات المستمره الضعيفه وبيحدد اتجاهها. يعني من ضمن الاسئله المتوقعه في الجزئيه دي برضو، ليه مؤشر الجلفانومتر بيقع في المنتصف او صفر التدريج في المنتصف بالادق؟ لان طبعا بيستخدم في تحديد اتجاه التيار، لانه لما بنعكس اقطاب البطاريه بتاعت التيار المستمر بيبدا التيار اتجاهه يتغير، وبالتالي حركه المؤشر بتتغير. طيب يبقى احنا عندنا هنا الاجابه بتاعت سؤالنا ده، الاجابه هتكون كثافه الفيض لو احنا استخدمنا اقطاب مستويه هتكون كثافه الفيض متغيره مع دوران الملف، لكن لو احنا عايزينها ثابته بنستخدم المغناطيس اللي اقطابه مقعره. طبعا برضه ثابتة عشان ما ننساش، اتفضل يا سيد، اتفضل. ثابتة وهتكون عمودية على الضلعين، فنضمن إن الملف هيكون عزم الازدواج بتاعه في قيمة عظمى. يعني كل إجابة من الأربعة لها معنى، وكل إجابة من الأربعة بتقول لشيء معين. اتفضل يا مستر عبد. تمام. طيب ما ننساش برضه واحنا واقفين في الجلفانومتر يا جماعة، لو حبينا نرفع المدى بتاعه عشان بدل ما بيقيس شدة تيارات ضعيفة يقيس شدة تيارات أكبر، نفتكر إن احنا كنا بنوصل مع ملفه على التوازي مجزئ التيار
الذي يعمل على تحويل الجلفانومتر إلى أميتر وحماية ملف الجلفانومتر من الاحتراق عند مرور شدة تيارات كبيرة. وفي نفس الوقت لو حبينا نحول هذا الجلفانومتر إلى فولت ميتر عشان يقيس فرق جهد أكبر، كنا بنوصل مع ملفه مقاومة كبيرة على التوالي تسمى مضاعف الجهد حتى تعمل على حماية برضو ملف الجلفانومتر من التلف والاحتراق. طيب ده بالنسبة لقصة الجلفانومتر أو الأجهزة اللي احنا كنا بنقول عليها أجهزة القياس. يبقى احنا من سؤال واحد قدرنا ان احنا نتذكر درس الاجهزه، الجلفانو والاميتر والفولتميتر والاميتر، وتتوالى الاسئله وتتوالى التذكر بالموضوع اللي احنا كنا بندرسه في الفصل الدراسي الاول. اتفضل يا مستر. احنا بنحاول على قد ما نقدر دايما نجمع كل الاجزاء اللي احنا خدناها في الفصل الدراسي الاول لحد نهايه الفصل الثالث، لحد ما احنا نوصل، بس ان شاء الله نحاول نكون جمعنا على الاقل كل المعلومات اللي معانا. نشوف كده السؤال الثاني. هنا بيقول لي ايه الشكل التالي يوضح علاقه فرق الجهد الكهربي بين قطبي عمود في دائره مغلقه وشده التيار المار في الدائره، فان مقدار المقاومه الداخليه لهذا العمود يساوي. طبعا سؤال اكيد كلنا اتعرضنا له وكلنا حليناه قبل كده، ولكن زي ما قلنا احنا بنتذكر مع بعض شكل الاسئله او شكل المكرر بتاعنا من خلال الاسئله. فهل يا ترى مقاومه العمود الداخليه اللي هي ار سمول اللي فاكر منكم القانون هتساوي اي من الاختيارات التاليه؟ طبعا عشان ندرس الشكل اللي قدامنا ده، الشكل بياني بيوضح ان العلاقه ما بين فرق الجهد وشده التيار هنا في اللحظه دي علاقه عكسيه يا جماعه. لكن احنا كنا بنقول اول ما بدانا ندرس الفيزياء قلنا فرق الجهد يتناسب طرديا مع شده التيار، ده كان من خلال قانون اوم. لكن احنا بندرس دلوقتي قانون اوم للدائره المغلقه اللي هو دي الصوره بتاعته، ان الفي بتساوي في باتري ناقص اي في ار. فاحنا من خلال العلاقه اللي ظهرت قدامنا دلوقتي دي عايزين نجيب قيمه المقاومه الداخليه. اتفضل يا استاذ ايمن كده. تعالوا بقى نتفرج على الرسمة البيانية زي ما عرضها مستر عبده كده. العلاقة البيانية هنا بين V و I، أول حاجة عرفت الرأس مين، عرفت الأفق مين. إذا أنا قدامي دلوقتي اختيار من الاثنين، ده اختيار قانون أوم ولا قانون أوم للدائرة المغلقة؟ لو كان قانون أوم كانت العلاقة بقت علاقة طردية، ولكن إحنا دلوقتي لقينا أن العلاقة دي علاقة عكسية، فالعلاقة العكسية دي كانت في قانون أوم للدائرة المغلقة. فلو إحنا حبينا نجيب ميل هذه العلاقه بناخد فرق الصادات على فرق السينات، وما ننساش ان احنا هناخد النهايه على الابتدائي، يعني 0 ناقص 8 تساوي سالب 8 على 4 ناقص 0 تساوي 4. اذا 8 على ال 4 سالب 8 على 4 هتساوي سالب 2. سالب 2 دي بتساوي مين؟ بتساوي سالب ار الداخليه. يبقى الميل هنا بيساوي سالب المقاومه الداخليه، فسالب تروح مع سالب، نطلع من القانون ان المقاومه الداخليه بتساوي 2. تمام؟ تمام. يبقى المقاومه الداخليه للبطاريه هنا بتساوي 2. طب القانون خلي بالنا منه، احنا هنا قلنا الميل بيساوي سالب ار سمول، هنا الميل للعلاقه العكسيه بنجيب فرق الصادات على فرق السينات، يعني 0 ناقص 8 ده الرأسي على 4 ناقص 0، يعني احنا خدنا اول نقطه واخر نقطه هتساوي سالب 2. طيب واحد يقول لي هي المقاومه الداخليه تطلع؟ لا، سالب 2 لا، سالب هتروح مع سالب. اذا الار سمول بتساوي 2، اذا الاختيار الصحيح هو 2 اوم. تمام. يبقى نركز نشوف الرسم البياني، نبص على الراسي ونبص على الافقي، ونتذكر القانون اللي بيديني الطريق الصحيح لحل السؤال ده. اتفضل يا مستر عبد. تمام. نشوف سؤال تاني يا جماعه كده. بيقول في المحول المثالي الرافع للجهد نقط الناتج من الملف الثانوي، يا ترى هيزداد التيار الناتج من الملف الثانوي ولا هيزداد التردد ولا هيقل التردد التيار ولا تزداد القطب؟ طبعا المحول ده كان اخر درس تقريبا في الفصل الثالث، كنا بنقول ان المحول بيعتمد
في فكرة عمله على الحث المتبادل بين ملفين، وكان المحول ما بيشتغلش غير مع التيار المتردد فقط يا جماعة، وكان بيستخدم عند محطات التوليد لرفع الجهد وخفض التيار لما كنا نحب ننقل التيار المتردد من مكان لآخر، بحيث إن شدة التيار تكون قليلة شوية عشان ما تفقدش في صورة طاقة حرارية في الأسلاك. كنا بنستخدم المحولات الرافعة للجهد عند محطات التوليد. ولكن قبل ما تخش التيارات دي عند بيوتنا أو عند مناطق الاستهلاك، كنا بنرفع قيمة التيار مرة تانية، فكنا بنستخدم محولات خافضة للجهد رافعة للتيار. فباختصار الكلام اللي احنا عايزين نقوله إن المحول يستخدم في رفع أو خفض الجهد المتردد يا جماعة. طيب بالنسبة للمحول، احنا عارفين إن العلاقة ما بين الجهد الناتج من الملف الثانوي إلى الجهد المستهلك في الملف الابتدائي، يعني في اس على في بي، كانت بتساوي ان اس على ان بي، يعني بمعنى اصح علاقه طرديه. يبقى لو عدد لفات الملف الثانوي كبيره يبقى جهده الناتج منه كبير، يبقى ده محول رافع للجهد. ولكن احنا بنقول لما نقول محول رافع للجهد بنقول عليه خافض للتيار. اذا العلاقه من خلال القدره بي دبليو بتساوي في في اي، لقينا ان الجهد لو عالي التيار هيكون قليل، يعني العلاقه هنا علاقه عكسيه. فالمقصود ان المحول المثالي الرافع للجهد، يعني الجهد بتاع الملف الثانوي عالي، يبقى التيار هيكون قليل. تاني، في المحول المثالي الرافع للجهد ده محول بنحصل منه على جهد عالي من الملف الثانوي، يبقى التيار الناتج فيه هيكون تيار قليل. زي ما قلنا القانون بتاع المحول المثالي في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس، اذا العلاقه عكسيه. يبقى ده محول رافع هينتج من الملف الثانوي بتاعه جهد عالي، يبقى التيار هيكون قليل، اذا الاجابه هتكون يقل التيار. حضرتك عايز تضيف حاجه زايبا؟ ايوه يا مستر عبده، عايزين بقى في سؤال زي ده نقرا السؤال واحده واحده. هو قال لي محول مثالي، هنتذكر اهو المحول المثالي ان هو القدره في الملف الثانوي هي نفسها القدره اللي في الملف الابتدائي، هذا المحول لا يفقد طاقه. اذا القدره اللي هتخش في الملف الابتدائي هي نفسها القدره اللي هتخرج من الملف الثانوي، لذلك القدره هتظل ثابته. إذن تمام يا أستاذ الإجابة أيمن، الرابعة، ها تمام؟ إذن تزداد الإجابة القدرة. الرابعة مش هنختارها. طيب تمام. في سؤال الإجابة بقى، معلش الثانية، أستاذ أيمن، معلش في حتة هنا برضو، لو جالنا سؤال بقى وزي ما أستاذ أيمن تفضل وقال، أنت لما قريت كلمة محول مثالي عرفت إن القدرة في الملف الابتدائي قد القدرة في الملف الثانوي، أروح أنا جايبك في سؤال هو سهل وبسيط ولكن أنت ممكن ترتبك من خلاله، وتقريبا اتعرضنا له كلنا كطلبه وكمدرسين. يجي يقول لي في محول مثالي عدد لفات الملف الابتدائي الى عدد لفات الملف الثانوي 1 الى 16 2 الى 8 ايا كان الارقام، ويبدا يلعب معايا لعبه جميله قوي، ويجي في الاخر يقول لي فان النسبه بين القدره الناتجه في الملف الثانوي الى القدره المستهلكه في الملف الابتدائي، تمام ويديني الله ارقام، اروح انا ينور. واقع في الفخ. لا، لكن انا لما قريت ان هو مثالي يبقى القدره بتساوي 1 الى 1 زي ما تفضل استاذ ايمن. يبقى اتفضل يا باشا. القدره مش هتزداد ولا هتقل. نيجي للاجابه الثانيه، احنا بنتذكر كده مع بعض كل اللي فات. هنا المحول عموما سواء مثالي او غير مثالي هو بيستخدم في رفع او خفض الجهد الكهربي المتردد، الجهد الكهربي المتردد اللي ناتج من الدينامو. في الحاله دي طالما هي الفكره مبنيه على الحث المتبادل بين ملفين، فهنا هو التيار هو نفسه اللي هنا بس مش بالقيمة، هو نفسه في التردد. يبقى التردد بتاع التيار اللي داخل هو نفسه التردد بتاع التيار اللي خارج. إذن برضو حتة التردد هنا هنقول إن التردد ثابت، لا هيزيد ثابت ولا هيقل. اتفضل. تمام 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 ازاي؟ يبقى كل إجابة من الإجابات الأربعة بتبقى الموضوع شيق جدا لما يكون كل إجابة ليها معنى، مش الإجابات الأربعة محطوطة عشوائية كده، لا، كل إجابة بيبقى لها معنى، بيبقى لها مغزى، الطالب اللي مذاكر ومركز هيعرف يوصل للإجابة الصحيحة بسلام إن شاء الله. اتفضل. اكيد زي ما قلنا دايما في بدايه الحلقه، الطريقه الجديده بتاعه السؤال
زي ما كلنا المفروض نكون متيقنين من الموضوع دوت، ان هي طريقه ان انت تقدر تحلل المشكله اللي قدامك. انا بعتبر ان السؤال اللي قدامي مشكله، وانا عايز طريقه الحل بتاعتها بناء على المعطيات اللي عندي، اللي هو الدرس اللي انا ذاكرته كويس هبدا من خلاله استخدم المعطيات دي في حل هذه المشكله. يبقى ده مش موضوع معضل ولا موضوع هيعمل لنا مشاكل، احنا مجرد ان احنا نقرا السؤال بهدوء وبتاني ونبدا نربط الاحداث والعلاقات هنقدر نجيب الاجابه باذن الله. نشوف سؤال تاني يا جماعه. عندي شكل من الاشكال اللي احنا درسناها، سواء كانت في الاجهزه او كانت في الدينامو او الموتور، عندي قطبي مغناطيس زي ما احنا شايفين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وكلنا عارفين ان خطوط الفيض بتطلع من القطب الشمالي متجهه في اتجاه القطب الجنوبي. عندي ملف اي بي سي دي، طول ضلعه او الطول بتاعه ال1 والعرض ال2، واضح ان في محور في المنتصف هيدور هذا الملف حول المحور. لكن يا ترى السؤال اللي احنا مش عايزين نطلعه دلوقتي ممكن يسالني هنا ايه؟ اي سؤال هيساله طالما زي ما قلنا المعلومه جاهزه ان شاء الله هنعرف نحل. هو هنا بيقول لي ايه؟ في الشكل ملف مستطيل، يا ترى القوه التي تؤثر على الضلع اي بي، القوه. نخلي بالنا يا جماعه لان احنا عندنا قصه الزوايا ما بين الضلع بتاع الملف وخطوط الفيض مختلفه كتير في اكتر من حاجه في منهجنا، سواء كانت القوه او عزم الازدواج او التيار الكهربي المستحث في ملف الدينامو او القوه الدفع المستحثه، التيار اللي بيمر في المحرك او الموتور. فاحنا لازم نخلي بالنا. هو هنا جاب لي قصه القوه، القوه اف بتساوي بي اي ال ساين الثيتا، ده القانون. وكنا عشان نستخدم في تحديد اتجاهها كنا بنستخدم قاعده فليمنج لليد اليسرى. انا بسترجع معاك المعلومه اهو، لكن انا بسال القوة المؤثرة على الضلع اي بي، يا ترى هتكون ايه الاجابة بتاعتها؟ هل فعلا بي اي ال ساين 90 وتبقى قيمة عظمى لان ساين 90 بواحد، ولا هتبقى القوة بصفر، ولا بي ال ساين 30، ولا بي اي ال ساين 60؟ الوضع اللي قدامنا بتاع الملف وضع موازي تمام لخطوط الفيض. في الوضع اللي قدامك يا ترى يا استاذ ايمن الضلع اي بي هيبقى موازي لخطوط الفيض ولا عمودي؟ يا ريت حضرتك تقول لنا هنمشي ازاي هنا في المساله دي. يبقى في المساله دي احنا عايزين نجيب القوه المؤثره على الضلع اي بي دي. وعجبتني في الرسمه حاجه مهمه جدا جدا جدا، رسمه محور الدوران، المحور الرأسي، لان برضو دي كانت بتسبب مشكله. هو هيدور ازاي؟ هيدور حوالين المحور الرأسي. يبقى احنا لما هنيجي برضو نشوف كده ايه الحته دي هنستغلها برضو في الدينامو، ان الضلع اي بي ده هو اللي هيبقى قطر الحركه الدائريه، قطر، ايوه قطر الحركه الدائريه. فهنا احنا عايزين هنبدا نشتغل بالقانون بتاعنا، اف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، هنا لان الاتجاه هنا عمودي، ولا المحصله القوه بتساوي صفر، ولا الاف بتساوي ساين 30 ولا ساين 60؟ طبعا مش ساين 30 ولا ساين 60. الاختيار هنا هيبقى بين ساين 90 يعني في القيمه العظمى، ولا في الصفر. لو احنا جينا نبص هنا في الوضع الموازي تمام، تبقى خطوط الفيض عموديه على الضلعين، يبقى اذا القوه هتساوي بي اي ال ساين ثيتا، ويكون في الحاله دي القوه قيمه على الضلعين اي دي يا استاذ ايمن والضلع بي سي، هتبقى عموديه على الضلع دوت او الضلع ده كده، يبقى دول كده الضلع اي دي او بي سي هو اللي هتبقى اجابتهم بي اي ال ساين 90. لكن السؤال هنا بيقول لي الضلع اي بي هيبقى الضلع اي بي موازي لخطوط الفيض، وبالتالي هتبقى القوه بتاعتنا بصفر لان ساين صفر. تمام. عجبتني الحته بتاعت الرسم. هو ممكن الدوران ممكن يبقى بالعرض، برضو دي هنستغلها ونتعرض لها بعد كده في قانون القوة الدافعة المستحثة في الدينامو. تمام. اللي هي تأييدا بقى الكلام حضرتك في الحتة دي، لو انا قلت لك وانت قاعد دلوقتي قدام الشاشة طبق قاعدة فليمنج لليد اليسرى وقول لي هل هذا الملف هيدور مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ طبعا لو احنا قاعدين وطبقنا قاعدة فليمنج اليد اليسرى على الضلع بي سي، عشان ده هيبقى اسهل لي، هلاقي ان صوابع ايديا
التيار نازل لتحت واتجاه الفيض من الشمال للجنوبي، ده السبابة. يبقى الإبهام معناه إن الضلع ده هيبدأ يطلع بره الشاشة، هيطلع لي بره. يبقى معنى كده إن الضلع بي سي ده هيبقى طالع لبره، وده هيبقى داخل لجوه الشاشة. يبقى معنى كده إنه هيبدأ في الدوران في عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة، هيبدأ الملف ده يطلع لي لفوق. تمام، أكن الضلع ده يا جماعة بي سي طالع لبره، لان انا بطبق والمركب قاعده فريم جرادر يسرى، تمام. والضلع اي دي هيبقى داخل لجوه. يبقى معنى كده ان اتجاه الدوران هيبقى مع عقارب الساعه، لانه هيبدا ونركز يتحرك معايا لبره الشاشه. تمام في السؤال، في حرف الاي بي ولا الاي دي؟ ها، تمام هو طالب لان السؤال اي بي، لان لو كان اي دي كانت اختلفت، كنا اخترنا الساين سيتا، الساين 90. تمام لما طلع اي بي فالضلع اي بي طلع موازي لخطوط، طلع موازي يعني الزاويه صفر بين الضلع وخطوط الفيض، اذا القوه المحصله هنا هتساوي صفر. وبرضه يا استاذ ايمن جت قبل كده في اتفضل ازهر كمل. 2019 تمام حاجه شبه كده، وبدل مثلا ما يكتب له ال 30 كتب له سيتا. فهل انت سيتا دي معناها ايه؟ سيتا دي معناها ان انت الزاويه في اي لحظه، هو ما حددلكش انت عمودي ولا موازي. لكن لو عايز قيمه عظمى زي ما استاذ ايمن قال لنا هتبقى 90، لو عايز القيمه بتاعتنا اللي احنا في سؤالنا هتبقى صفر، لان الضلع ده موازي لخطوط الفيض، وبالتالي مش هيقطع خطوط الفيض او مش هتتولد عليه قوه. طيب نشوف سؤال تاني، بيقول لي هنا برضو سؤال نظري بحت جدا وكلنا المفروض هنعرف نجاوب عليه، ولكن بيبدأ من خلال السؤال ده يناقشني. لما انت بتوصل مصابيح على التوازي في المنازل، كان ايه السبب؟ عشان يظل فرق الجهد ثابت، ولا تكون المقاومة المكافئة لها جميعا صغيرة جدا، ولا اذا تلف احد المصابيح لا ينقطع التيار عن باقي المصابيح الموجودة بالمنزل؟ اعتقد ان الثلاث اسباب هم الاجابه الصحيحه، لان فعلا كل دي خواص التوصيل على التوازي. فعلا لما بنوصل على التوازي بيكون فرق الجهد ثابت، وفعلا المقاومه المكافئه بتكون صغيره جدا، ولو احد المقاومات اتعزل من الدايره بقيه المقاومات بتمرر تيار عادي جدا ومفيش اي مشكله، ما بتفصلش الدايره، لكن الفرع ده بس هو اللي بيتفصل عني، او بمعنى اصح ما بيمرش فيه تيار كهربي، فبالتالي بتكون الاجابه بتاعتنا جميع ما سبق. تمام؟ ونفس السؤال ممكن نجيبه على التوالي. يقول لي لا توصل المصابيح في المنازل على التوالي، هنقول له لان فرق الجهد هيتجزأ. اذا لو انا عندي كذا جهاز في البيت مش هيشتغلوا بنفس الكفاءة، لان كل جهاز هيبقى له فرق جهد. عندي المقاومة اللي في البيت هتبقى المقاومة كبيرة جدا، فمش هيخش لي تيار كبير، فبالتالي مش هيقدر يشغل الاجهزة. ولو مصباح من المصابيح مثلا اللي في البيت تلفت، كل البيت النور هيتقطع فيه. يبقى احنا واحنا بنقرا السؤال نحاول نفكر في نفس السؤال ونفكر في عكس السؤال. تمام؟ تمام يا استاذنا. اتفضل يا استاذ. شوف سؤال تاني هنا بقى، قصة برضو يعني الى حد ما احنا ممكن نكون بنخاف منها شوية، لكن ما فيهاش حاجة. انا اول ما هشوف الشكل كده هبدأ افكر دول عبارة عن ايه، حلقتين معدنيتين ملف دائري. اول حاجة كثافة الفيض بتاعته زي ما احنا عارفين بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. تمام، في حلقة نص قطرها اكبر من نص قطر الحلقة الثانية. لما انت هتكتب القانون بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، وتعود دايما ان يبقى معاك ورقة وقلم وانت شغال في اي محاضرة، في اي مكان بتسمع فيه محاضرة لازم يبقى معاك ورقة وقلم عشان تأيد اي معلومة انت محتاجها. فبي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، فانا بقول هنا العلاقة بين كثافة الفيض ونص القطر علاقة عكسية، يعني اذا زاد نص القطر قلت كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن هذا الملف. طب عشان ما نحكيش كتير تعال نشوف السؤال. بيقول لي حلقتان معدنيتان زي ما احنا شايفينهم في الشكل متحدتا المركز في مستوى واحد، يمر بكل منهما تيار كهربي كما بالشكل. كده التيارين متساويين اي واي، ولكن اتجاهاتهم مختلفة. بيقول لي اذا كان قطر احداهما ضعف قطر الاخرى. تمام، قطر الصغيرة ار يبقى قطر الكبيرة 2 ار. كل ده انا بجمعه زي ما قلنا بالورقه والقلم يا جماعه. تكون العلاقه بين شدتي التيار فيهما اي 1 مثلا، لو انا اعتبرت ان ده اي 1 وده كده اي 2،
او العكس، خلينا نقول ده I1 وده I2 زي ما موجود على الرسم كده، اوضح لك بالقلم بتاعك اهو كده، I2 اهي مثلا، وهعتبر ان ده مين I1. يا ترى هو هنا عايز مني ايه؟ بيقول لي عايز النسبة بين شدة التيار I1 الى شدة التيار I2 التي تجعل المركز المشترك بيساوي صفر. جميل، الجملة دي يا جماعة ملهاش اي تفسير غير ان انت بتقول ان المركز هيبقى نقطة تعادل، اذا كثافة الفيض الناشئة من الحلقة الاولى بتساوي كثافة الفيض الناشئة من الحلقة الثانية، عشان لما اجي اطرحهم B1 ناقص B2 يطلع معايا بصفر، او يبقى المركز نقطة تعادل. دي كده المعلومة الاخيرة اللي احنا شاورنا عليها دي، تدل على ان B1 بتساوي B2. طب يا ترى لما هساوي B1 ب-B2 وابدأ اكتب القانون، هيطلع I1 بيساوي I2 على الاثنين، ولا I1 بيساوي I2، ولا I1 بتساوي 2 I2 يعني الضعف، ولا اربع امثال شدة التيار الثاني؟ استاذ ايمن معانا، لو كثافة الفيض بتاعت الحلقة الصغيرة اللي جوه المفروض ان هي هتكون اكبر لان هي اقرب للمركز، تمام كده يا استاذنا؟ تمام. يبقى المفروض عشان كثافة الفيض تكون كبيرة يبقى شدة التيار اكيد I1 هتكون اكبر من I2. طب اكبر بقى، يبقى احنا كده هنستبعد اول اجابتين، ان I1 اصغر بالنص يعني I1 بتساوي I2 على الاثنين، دي مستبعدة. I1 ما بتساويش I2، يبقى كده مش فاضل لي غير الاختيارات الثالث او الرابع، ده لو انا فكرت في السؤال بالطريقة دي. طب مش عايز افكر فيه بالطريقة دي، اروح كاتب القانون اللي هو ميو I1 على 2R، ده كده الحلقة الصغيرة اللي جوه كثافة الفيض بتاعتها، تمام؟ كثافة الفيض بتاعت الحلقة الأكبر ميو I2 على 2 في 2R. طب ليه؟ لأن احنا قلنا في المعلومة اللي موجودة أو المعطى اللي موجود جوه المسألة إن قطر إحداهما ضعف الأخرى، يبقى قطر الكبيرة دي ضعف قطر الصغيرة، يبقى عشان كده ضربنا هنا في كام؟ في 2. نبدأ بقى نختصر يا جماعة من خلال ان انا هطير المتشابهين ميو مع ميو، ال 2R مع ال 2R، اصبح دلوقتي يا جماعة I2 ها بتساوي او I1 بتساوي I2 على ال 2. يبقى الاجابة بتاعتنا المفروض هتكون عاملة ازاي؟ I1 ده اللي هو مين؟ شدة التيار بتاع الحلقة الصغيرة، تمام؟ و I2 هو شدة التيار بتاع الحلقة الأكبر، يبقى فعلا I1 بيساوي نص I2. طبعا عذرا لأن احنا قلنا هنستبعد الإجابة الأولى، لا احنا مش هنستبعدها لأن دي هتبقى هي الإجابة الصح. وده يقول لي معلش أنا آسف بقى، هقول لك النقص في نص القطر بتاع الحلقة الصغيرة كان هيصحه زيادة في شدة التيار، بالظبط كده اتعوضت بزيادة في شدة التيار، تمام؟ يبقى أنا لما كتبت القانون وضحت الرؤية قدامي، تمام؟ عذرا طبعا ان احنا قلنا هنستبعد الاجابه دي، لكن احنا لما طبقنا القانون طلعت هي دي الاجابه الصحيحه ودي الاجابه الايه؟ المقنعه بتاعتنا. في اي اضافه يا زينا؟ استاذ ايمن؟ طيب بص يا جماعه عشان نبقى فاهمين، هنا كثافه الفيض الناشئه عن الملف الدائري بتكون هي كثافه الفيض على شكل كثافة الفيض الناشئة عن مركز أو عند مركز ملف دائري، طبعا هي بتبقى كثافة الفيض تشبه كثافة الفيض الناشئة عن مغناطيس على شكل قرص مصمت. وطبعا لو تذكرنا مع بعض الملف الحلزوني ما هو إلا ملف دائري برضو، نخلي بالنا ولكن أبعدت لفاته عشان نحصل من خلالها على الملف الإيه؟ الحلزوني، اللي برضو كثافة الفيض بتاعته بي بتساوي ميو ان اي بس على ال اللي هو طول الملف، وكان المجال المغناطيسي الناشئ عنه يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس على شكل قضيب. طيب نتنقل مع بعض لسؤال تاني. هنا السؤال ده برضو اكيد شفناه قبل كده كتير، السؤال ده كان جاي في 2018 دور اول ثانوية عامة، بيقول يمثل الشكل التالي جزء من دايرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتين B و C هو 3 فولت، تمام؟ طيب لما نيجي نبص مع بعض
البي سي فرق الجهد بين النقطتين دول بيساوي 3 فولت. طب انا عايز اركز معاك في نقطه، لان كده كده هتناقش في النقطه دي من خلال سؤال برضو جنجيه في النموذج الاسترشادي موجود معانا في الحلقه النهارده. هو ايه العلاقه يا جماعه ما بين فرق الجهد والمقاومه اذا كان التيار ثابت؟ ما هي في بتساوي اي في ار يا جماعه. التيار ثابت يبقى لو زادت المقاومه زاد فرق الجهد، وبالتالي هنا احنا بنقدر نقول ان الشكل اللي قدامي بيوضح مقاومه ار تمام ما بين النقطتين A وB، ومقاومتين على التوازي يبقى المكافئ بتاعهم R على الاثنين، وثلاث مقاومات توازي المكافئ بتاعهم R على الثلاثة. هنا في R يا جماعة عشان برضو ايه يبقى السؤال واضح اكتر قدامنا، هنا في مقاومة اسمها R، فانا بقول لك فرق الجهد اللي انت بذلته هنا هو 3 فولت. تمام؟ ده ليه؟ عشان انت هنا المقاومة بتاعتك المكافئة R على الاثنين، وكان فرق الجهد كام؟ 3 فولت. طب يا ترى المقاومة بدل ما كانت R على الاثنين بقت R صحيحة، يا ترى فرق الجهد هنا هيبقى كام؟ طبعا بالطريقة كده البسيطة طالما الموضوع نسبة وتناسب يبقى هيبقى فرق الجهد هنا كام يا جماعة؟ 6 فولت. طب يبقى انت جبت فرق الجهد هنا بين طرفي المقاومة R بقى 6 عشان R على الاثنين ب3. طب يا ترى R على الثلاثة هتبقى بكام؟ برضه لو عملناها نسبة وتناسب هنلاقي إن فرق الجهد هنا يا جماعة هيطلع معايا 2 فولت، وبالتالي لما أجي يكون الاختيار بتاعي هل هو 11 ولا 12 ولا 9 ولا 10، هيبقى فرق الجهد الكلي في الحالة دي 6 زائد 3 9 و2 هيبقى 11 فولت. ده بالنسبة للسؤال ده، وزي ما قلنا ممكن نحله بطريقة أو بأخرى، ولكن إحنا حليناه دلوقتي بطريقة النسب. ان دي R على الاثنين فيبقى كده فرق الجهد 3 فولت زي ما المعطى موجود معايا، هنا R يبقى فرق الجهد 6 فولت، هنا R على الثلاثة يبقى 2 فولت. تمام؟ نشوف سؤال تاني من أسئلة المنهج بتاعنا، وهو السؤال اللي انت شايفه قدامك في الرسمة دي. طبعا الواضح ان دول ملفين، ملف اكس وملف واي، وده موظف. سؤال معاك يا مستر عبدو. تمام يا حسين، ده سؤال كان موجود السؤال ده قوي. نعم، معظم الطلبه بيخافوا من السؤال ده قوي، فاحنا لا، هو سؤال كان موجود في النموذج الاسترشادي برضو بتاع الوزاره السنه اللي فاتت. واضح قدامنا ان السؤال عايز يسالني على اضاءه المصباح اكيد، وطبعا زي ما شفنا مع بعض او زي ما احنا شايفين ان ده يعتبر ملفين، يبقى الظاهره اللي قدامك هتبقى حس متبادل. بتبدا تركز، انا مش هديك السؤال عشان ما تشغلش بالك بيه، عايزك تقرا معايا الشكل تتعلم المهاره دي. انت لو قريت الشكل صح هتعرف تجاوب على اي سؤال هو ممكن يحطه. فانا عندي هنا الدايره اللي فيها البطاريه بالمنظر ده، واقدر اتحكم في شده التيار بتاعها عن طريق الريوستات، ده بعتبره هو الملف الابتدائي. وزي ما احنا شايفين اتجاه التيار من اسفل الصفحة لاعلى، يبقى لو انا طبقت، لو هو حب يدي اي سؤال، لو انا طبقت هنا قاعدة امبير لليد اليمنى هنجد ان الطرف ده يمثل قطب شمالي والطرف ده يمثل قطب جنوبي. طب طالما موجود ريوستات انا متوقع انه هيسألني دلوقتي لو اتغيرت شدة التيار في الملف الابتدائي. انت عندك كان اكتر من احتمال، لو التيار زاد يا جماعة في الملف الابتدائي، الملف الثانوي طبقا لقاعدة لينز بيقول له ما تزودش التيار بتاعك، أنا مش عايز فيض أكتر من كده. زي ما كنا بنقول هيتولد في هذا الملف اللي هو واي بقى قوة دفع مستحسة، أنا سامعك بتقول عكسية تقاوم التغير أو تقاوم الزيادة في الفيض اللي نشأ من الملف الابتدائي نتيجة زيادة شدة التيار فيه. يبقى الملف الابتدائي لما بيزود التيار الملف الثانوي يقول له لأ، يبقى بيولد قوة دفع مستحسة عكسية وتيار مستحس عكسي، يبقى المفروض إن التيار هيبقى عكس الاتجاه والعكس صحيح. لو قللنا أو زودنا الريوستات بمعنى أصح عشان نقلل شدة التيار ده، هيبدأ الملف الابتدائي يولد قوة دفع مستحسة طردية، ويكون اتجاه التيار بتاعه في نفس اتجاه التيار بتاع الملف الإيه؟ الابتدائي. طب عشان كده احنا بنقول
لازم تركز في الحته النظري بتاعت الدرس عشان لما يجي اي سؤال باي شكل تعرف تتعامل معاه. طب تعالى نبص هنا الخطوه الثانيه بقى قبل السؤال. اتفضل. الخطوه الثانيه قبل السؤال ما يطلع، هنحدد اتجاه التيار اللي في الملف الثانوي. تمام. يبقى لما نحدد اتجاه التيار في الملف الثانوي هنشوف القطب الموجب فين والسالب فين، يبقى اتجاه التيار في الملف الثانوي لاعلى. ده التيار الاصلي. تمام. ده التيار الاصلي. يبقى انا هشوف لما هيحصل المستحث العكسي ولا المستحث الطردي. لو كان التيار الثاني هيبقى في نفس الاتجاه يبقى الاضاءه هتزيد، لو كان التيار الثاني في عكس اتجاه التيار الاصلي بتاع الملف الثانوي يبقى الاضاءه هتقل. يبقى انا كده توقعت سؤال من ثلاثه، يعني هو هيسالني في سؤال من الثلاثه. اتفضل. تمام. احنا كده زي ما انت تفضل مشكور، وقال لنا ان التيار الاصلي بتاع البطاريه قبل الحث الذاتي، قصدي قبل الحث المتبادل، سوري، كده التيار بتاعنا طالع لاعلى اللي هو التيار الاحمر ده، كده تيار البطاريه العادي. لما نبدا نغير شده التيار في الملف الابتدائي زي ما هو بيقول اثناء زياده المقاومه بتاعت الريوستات، يعني هزود المقاومه دي فهيقل تيار الملف الابتدائي. هيتولد هنا ايه؟ سامع واحد بيقول لي تيار مستحث طردي. تمام. يعني ايه تيار مستحث طردي؟ يعني لو ده التيار بتاع الملف الابتدائي الاعلى هيتولد تيار مماثل ليه لاعلى ايضا. يبقى الواضح زي ما استاذ ايمن قال لنا كده، هيبقى التيار المستحث في نفس اتجاه التيار الاصلي بتاع البطاريه، يبقى معناها ان هنا في زياده في شده تيار الدايره بتاعت الملف الثانوي، اذا اضاءه المصباح هتزداد لان الباور اللي هي القدره او اللي احنا معتمدين عليها في تحديد شده الاضاءه باور بتساوي اي تربيع في ار، فانت زودت شده التيار بالتيار المستحث الجديد اللي جالي نتيجه التغير بتاع الملف الابتدائي، فبالتالي هتزيد شده الاضاءه. يبقى الاجابه شده الاضاءه هتزداد ولا تقل ولا تظل ثابته؟ اكيد هتزداد. اتفقنا؟ نشوف أضل. نشوف تفسير ونحط نفسنا على نفس السؤال أسئلة تانية. طب هو لو قال لي أنا قللت مقاومة الريستات، يعني أنا زودت شدة التيار، يعني أنا زودت الفيض، يعني معدل قطع الفيض هيزيد، إذا هنا هيبقى في الحالة دي مستحث عكسي، إذا الإضاءة تقل. تقل. طيب تمام. لو احنا هنسأل نفسنا سؤال مهم جدا 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 جدا، هي إجابة تظل ثابتة ممكن تبقى اختياري؟ امتى تبقى ممكن الإضاءة تظل ثابتة؟ لو الملفين ما حصلش في الملف الابتدائي أي تغير للفيض. يعني إيه؟ يعني كان الفيض ثابت، إذا لو الفيض ثابت ما بيتغيرش معدل القطع ما بيحصلش، إذا هنا هيبقى مفيش حث متبادل، لأن الحث المتبادل برضه من الحاجات المعتمدة على التغير في الفيض، التغير في معدل قطع خطوط الفيض. يبقى كل إجابة من الإجابات التلاتة دي برضه لها معنى وأحطها في الحسبان معايا. تمام يا مستر؟ تمام يا أستاذنا، تمام. اتفضل. نشوف سؤال تاني. ده برضه سؤال من النماذج الاسترشادية ويمكن كنا شفناهم في حلقة من حلقاتنا أثناء الشرح. بيقول لي سلكان اي بي وسي دي من نفس الماده، يبقى بكلمه من نفس الماده يبقى المقاومه النوعيه ثابته يا جماعه. طيب ولكن احنا نخلي بالنا الرو اي ثابته، خلي بالك انت كده بترجع ورا جدا عند اول درس احنا درسناه مع بعض. لهما نفس الطول، تمام، يعني ال1 بيساوي ال2، متصلان معا على التوالي، برضو على التوالي تدل على ان شده التيار اللي بيمر فيهم هتبقى ثابته. كل كلمة ليها معنى وليها مدلول يا جماعة في السؤال بتاعنا، نخلي بالنا منه ونبدأ نفسر ونكمل. في دايرة كهربية مغلقة، إذا كان السلك اي بي زي ما واضح في الشكل أكثر سمكا في السلك من السلك سي دي. طب أكثر سمكا يعني مساحة مقطعه كبيرة. أبدأ أترجم، المساحة كبيرة يعني المقاومة قليلة. تمام، ده لو أنا مذاكر تمام كويس هيبقى معنى كلامك إن مقاومة السلك اي بي اقل من مقاومه السلك سي دي. حلو قوي. وانا لسه قايل طالما هم توالي تبقى شده التيار ثابته، صح؟ هو بيسال بيقول لي فان فرق الجهد اكبر بين طرفي السلك اي بي ولا بين طرفي السلك سي دي، اكبر ولا اقل ولا يساوي؟
يمكن تكون في غلطة وإحنا بنكتب السؤال، هو فرق الجهد في السلك EB فعلا هتكون أكبر كده وكأننا جاوبنا. طب لو اعتبرنا إن إحنا جاوبنا، يا ترى عندك تفسير؟ طبعا التفسير بسيط جدا يا أستاذ أيمن، إن V بتساوي إيه؟ I في R. طيب I ثابتة عشان أنت متوصل على التوالي، خلي بالك إحنا قلنا كل كلمة ليها معنى، توالي يبقى أنت شدة التيار ثابتة. نيجي مقاومة مين أكبر؟ مقاومة سي دي ها هتكون إيه؟ أكبر ولا أقل يا جماعة؟ مقاومة السي دي عشان المساحة صغيرة المقاومة هتكون كبيرة، يبقى لما بتكون المقاومة كبيرة فرق الجهد إيه اللي بيحصل له؟ بيزيد. تمام؟ هو تقريبا في لخبطة وإحنا بنكتب السؤال يا جماعة، معلش. يبقى كده فرق الجهد بين طرفي السلك سي دي هتكون أكبر من طرفي السلك اي بي. تمام؟ فرق الجهد هيكون كبير نتيجة إن أنت بذلت شغل أكبر عشان تتغلب على هذه المقاومة. يبقى إحنا هنقول تاني أهو يا جماعة، أنا مثبت المقاومة النوعية من نفس المادة ليهم نفس الطول ومتوصلين على التوالي، يبقى التيار ثابت يا جماعة، ولكن السلك اي بي أكثر سمكا عشان مساحته كبيرة يا جماعة، يبقى المقاومة بتاعته قليلة، يبقى الجهد بتاعه هيكون المبذول فيه هيكون أقل. يبقى كده وانا برضو بمنتهى البساطه يا مستر عبدو، انا ببص على الشكلين، هو ايه الاختلاف اللي موجود قدامي في الصوره؟ الاختلاف اللي موجود قدامي في الصوره بيقول لي ان في سلك مقطعه اكبر من سلك، اذا اللي مقطعه اكبر مقاومته اقل، واللي مقطعه اقل مقاومته اكبر، واعمل العلاقه اللي هي في بتساوي اي في ار، انا مثبت الاي، ابدا اشوف اللي مقاومته اكبر يبقى جهده اكبر، اللي مقاومته اقل يبقى جهده اقل. هنا مين اللي مقاومته اكبر؟ اللي مقاومته اكبر اللي هو السلك الرفيع، اذا الجهد اللي عند السلك الرفيع اللي هو السي دي هو الجهد الكبير، لان هو المقاومه بتاعته كبير. تمام تمام تمام، مفيش لخبطه ولا حاجه، والموضوع بسيط قوي، هو الشكلين اللي هيحددوا لي الاجابه اللي انا عايزها، الصوره نفسها. تمام تمام. طيب بص يا جماعة، نخش على سؤال تاني من الأسئلة برضو اللي تبقى محتاجة مننا تركيز زيادة شوية. تمام؟ اللي هو أولا إحنا شايفين في الشكل علاقة على محور الصادات ما بين الفاي إم اللي هو الفيض المغناطيسي بالويبر والزمن بالثواني، ونخلي بالنا لأنه بيخدعني ساعات ويكتب الزمن هنا بالملي ثانية. تمام؟ ده بالنسبة للجزء اللي إحنا شايفينه قدامنا. طب تعال نبص كده واحدة واحدة. السؤال هنا برضو قبل ما نبص على السؤال، زي ما قلنا دلوقتي احنا بنتعلم النهاردة يا جماعة ازاي نقرأ الشكل كويس. واضح جدا ان القيمة العظمى للفاي ام او الفيض المغناطيسي 8/100، وعارفين كلنا ان الفاي ام بتساوي بي اي ساين السيتا. تمام؟ واضح برضو ان دي ربع دورة وادي نص دورة وادي ربع كمان، يبقى الثمانية من مية اللي على محور السينات تمثل زمن الدورة الواحدة أو الزمن الدوري اللي أنا لو قلبته أقدر أجيب منه التردد. حطيت لي هو نقطة هنا كده اللي هي اسمها النقطة واي، أنا معرفش هو عايز مني فيها إيه، بس واضح إن النقطة واي هي بعد الدوران. أنا جاهز كده للسؤال. تمام، الدوران هنا ربع دورة. أنا جاهز لأي سؤال. تمام صح كده يا أستاذ أيمن. تمام، يبقى إحنا بنعلمه من النهاردة مهارة بعد تفسيري للشكل وتفسيري ان دي دوره كامله وان الزمن ده هو زمن دوري وان الفاي ماجنتيك دي قيمه عظمى، اي سؤال هيسالني فيه انا جاهز ليه دلوقتي. اتفضل. تمام تمام. فالسؤال هنا بيقول ايه؟ يمثل الشكل البياني التغير في الفيض المغناطيسي المار خلال ملف مولد كهربي دينامو اثناء دورانه في مجال مغناطيسي منتظم. اذا علمت ان مساحه مقطع الملف ايه تمام 12/100 سنتيمتر مربع، ما ننساش ان احنا نضرب في 10 اس سالب 4 عشان نحول لمتر تربيع. عدد لفات الملف 10، عايز مين؟ قيمه الاي ام اف المستحسه المتولده عند اللحظه واي. اللحظه واي دي واضح ان انت الفاي ام كان قيمه عظمى 8/100 عند اللحظه واي، الفاي ام بصفر. ونقف هنا بقى لحظه فعلا مهمه جدا. في بداية الفصل الثاني بالتحديد
قلنا الفاي ام هتكون قيمة عظمى عندما يكون مستوى الملف عموديا على المجال، أي يخترق خطوط الفيض. يبقى الفاي ام يا جماعة قيمة عظمى لو الملف عمودي. الاي ام اف عكسها، الاي ام اف هتبقى صفر لو الملف عمودي. إذن لو انت عايز تربط الفاي ام عكس الاي ام اف، ما بيحبوش بعض. الفاي ام عظمى لو الملف عمودي، فالاي ام اف هتبقى بصفر، والعكس صحيح. عندما يصبح الملف موازيا، يعني اي ام اف هتبقى هنا قيمه عظمى والفاي ام هتبقى صفر. فانت في الرسم اللي قدامك بيقول لك عند اللحظه واي فاي ام بقت بصفر، يبقى اي ام اف اصبحت قيمه عظمى. اي ام اف قيمه عظمى ازاي؟ في ملف الدينامو ان اي بي اوميجا من غير الساين سيتا او بساين التسعين. يبقى انا كده جمعت، انا هكتب القانون ازاي. تاني يا جماعة، الفاي ام تمام هنا قيمة عظمى بتمانية من مية، عند النقطة واي الفاي ام بصفر، يبقى الاي ام اف اللي انا عايز احسبها ساعتها هيكون الملف موازي، فبالتالي هتبقى قيمة عظمى، يعني ان اي بي اوميجا او 2 باي اف. تمام. طب انا عندي الاي ب 12 من 100، ان ب 10، فاضل لي مين؟ فاضل لي البي في ايه؟ لا ازاي؟ طب استنى، انت فاضل لك، طب ما تيجي نكتب القانون. طبعا انا هختار اجابه من دول. اول حاجه بفكر فيها ايه؟ ان انا اجيب التردد زي ما استاذ ايمن قال لنا، طالما عندنا دي دوره كامله يا جماعه، ده الزمن بتاعها اللي هو الزمن الدوري، اف بتساوي 1 على الزمن الدوري، طلع معايا اف ب 12 ونص. طيب القانون اللي احنا قلنا هنستخدمه هيبقى اي ام اف ماكسيمم هيساوي فاي ماكسيمم اللي هي بي في ايه يا جماعه؟ بي في ايه مع بعضها. طب ممكن يكون مديني الاي دي ليه؟ اكيد كان طالب طلب تاني، او ممكن يكون حاططها كده عشان يطلب مطلوب تاني، لكن انا هنا ما كنتش طالب منك غير ان انت تحدد الاي ام اف. طب انت بتقول لحظيه يا مستر او عند اللحظه واي، وانا اتفقت معاك عند اللحظه واي اي ام اف هتبقى قيمه عظمى، عشان كده كاتبها لك اي ام اف ماكسيمم هتساوي فاي ام اللي هي بي في ايه؟ ان في 2 باي اف. طب اف انا لسه جايبه، والان عندي ب 10 لفات، والفاي ماكسيمم اللي هي 8 من 100، اذا لو انا حبيت اجاوب هتبقى 8 من 100 اللي هي الفاي ام، 10 عدد اللفات، 2 باي في الاف، هتطلع الاجابه 62.8. ممكن حضرتك بقى تدينا شويه معلومات كده زي ما عن الدينامو، يبقى اسمنا راجعناه مع الطلبه زمايلنا او حبايبنا دول. احنا الحته المهمه اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها هنا، زي ما حضرتك تفضلت، افرض السؤال اتقلب وطلب لي اي ام اف ما كانتش اي ام اف ماكس، كانت اي ام اف عند لحظه معينه. كنت في الحاله دي هضطر اقول ساين سيتا اللي هي ساين اوميجا في تي، واللي هي 2 باي اف في تي، وابدا اشتغل هنا واطلع واحط الزاويه اللي مديني اللحظه بتاعتها. لكن هو هنا اختصر لي الطريق بكلمه ايه؟ الاي ام اف ماكس. يعني الاي ام اف ماكس يعني السيتا هنا 90، فهنا عشان كده الساين سيتا ما بعدش معانا. يبقى 2 باي اف في تي ده لو هو طلبها عند لحظه معينه واداني هذه اللحظه التي دي. التي دي بقى في اي حته في اللي موجوده على الرسمه. تمام. وما ننساش هنا ان الباي بتاعتنا، عشان بعض ابنائنا الطلبه بيتلخبطوا فيها، الباي هنا ب 180، لان هنا الباي باي زاويه، عكس الباي اللي المستر تفضل وكتبها كانت 3 و14، عشان الباي هنا كانت الباي العاديه. يبقى هنا في فرق بين الباي بتاعت الاوميجا والباي بتاعت السيتا. الباي بتاعت الاوميجا بنحطها 22 على 7، الباي بتاعت السيتا ب 180. وما ننساش يا ابنائي ان في الدينامو في بعض المواضيع المهمة جدا جدا، زي التقويم، زي التيار والاي ام اف افكتيف المؤثرة، والاي ام اف ماكس، الاي افكتيف والاي ماكس، القيمة الفعالة للتيار، ازاي نقوم التيار، ازاي نقارن بين التيار المتردد والتيار المستمر والتيار موحد الشدة متغير الاتجاه، التيار ثابت الشدة ثابت الاتجاه. دي مواضيع كلها محتاجة زي ما كنا شرحناها في الدروس السابقه ان احنا نراجع عليها تاني، وباذن الله هنلاقي نفسنا فاكرينها ومتذكرينها. اتفضل يا مستر. سؤال تاني بيقول لي، السؤال ده على فكره
تقريبا جه في امتحان فلسطين 2020، بيقول لي المقاومة التي توصل على التوازي مع مقاومة 10.5 لكي تصبح المقاومة الكلية 10 أوم. يا ترى المقاومة دي هتبقى 100 ولا 110 ولا 210 أو 220؟ طبعا أنت عشان تجاوب على السؤال ده أول حاجة تفكر فيها، أنت بتقول مقاومة هتوصل على التوازي مع مقاومة، يبقى أول حاجة بتفتكرها إن أنت عندك مقاومتين على التوازي. على طول بتفتكر القانون ده، إن أي مقاومة على التوازي مع مقاومة، مقاومتين يعني، بيبقى مضربهم على مجموعهم. طب أنا بقول لك المقاومة اللي معاك 10.5 عايز لها مقاومة تانية توصلها على التوازي، إذا مضربهم على مجموعهم هتكون المكافأة بتاعتهم 10. فأنت بتقول المقاومة المكافأة بتساوي مضروب المقاومتين على مجموعهم، يبقى 10 بتساوي الكلام ده. طبعا بقت معادلة واحدة رياضية، بتضرب طرفين في وسطين 10 في 10.5 مرة ومرة 10 في ار، وتساويهم ب 10.5 ار، وبتبدأ تختصر، هتلاقي إن الإجابة بتاعتك هتكون 210. طبعا السؤال ده سهل، ولكن ممكن بعض الطلبة تتخدع وتخاف منه، لكن هي فكرة المبدأ إن أنت مذاكر صح. طالما موصل مقاومتين توازي يبقى القصة بتاعتهم عشان أجيب المكافأة بتاعتهم مضروبهم على مجموع. تمام كده؟ تمام. سؤال تاني مهم جدا برضو، محتاج مننا تركيز وتحليل للإجابة السليمة. أستاذ أيمن، السؤال بيقول يمر طيران اي واتنين اي في سلكين متوازيين كما بالشكل، عند تحريك السلك واي مبتعدا عن السلك اكس، فين السلك واي هتحدد مكانه وبعده كده عن السلك اكس، فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة سي. ما اقدرش ابعد السلك واي دلوقتي الا لما ادرس الشكل زي ما اتعودنا دلوقتي، او بنأكد في الحلقة دي يا جماعة ندرس الشكل صح. هنا الطيارين في عكس الاتجاه، تمام؟ يبقى المفروض ان النقطة اللي ما بينهم لو انا هجيب كثافة الفيض المحصلة جوه هتبقى بالجمع، اذا كثافة الفيض عند النقطة سي هتكون بالطرح. تمام كده؟ اتفضل. اتفضل اتفضل. طيب، فبالتالي هو بيقول لي يا ترى لو انت ابعدت السلك واي عن السلك اكس، كثافة الفيض المحصلة اللي هي سي هتزيد ولا هتقل؟ تعال نشوف، ولا هتظل ثابتة؟ انا هعمل ايه؟ هكتب القانون. انا بقول ان بي توتال عند النقطة سي بتساوي طرح الاتنين يا جماعة، بس خلي بالك ان ده اكبر، فقلنا ميو 2 اي على 2 باي دي، وده الاقل فبنقول ميو اي على 2 باي دي، يبقى جوه جمع يا جماعه وبره طرح، عشان كده كتبنا قانون الطرح. نيجي بقى نسال نفسنا سؤال، انا هبعد السلك واي، يعني ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هزود المسافه بينه وبين النقطه سي. طب لو انا زودت المسافه، الرياضه بتقول المقام هنا زاد يا جماعه، يبقى الكسر كله بيقل. تمام؟ والكسر بيقل بإشارة إيه يا جماعة؟ سالب. العلاقة بين بي توتال والكسر ده كله كده علاقة عكسية، طالما ده قل يا جماعة عشان بإشارته السالب علاقة عكسية مع ده، يبقى ده إيه اللي هيحصل له؟ تمام يا أستاذ أيمن، زي ما قلنا كده تمام. هتبقى بتزداد، يبقى هي مش محتاجة مننا غير تحليل بسيط بمنطق الرياضة اللي إحنا متعلمينها، جزء سهل جدا وما فيهوش أي مشكلة. تمام؟ ما تتخدعش في السؤال اللي زي كده. طيب، عشان الحلقة وقتها ما يسرقناش، هنخش في السؤال اللي بعد كده. السؤال ده موجود على منصة الوزارة برضو، واضح جدا في الشكل إن في عندي مقاومتين توازي 21 و31، ومقاومة توالي معاهم 8، فرق الجهد الكلي اللي شغالين عليه 120 فولت. طب إيه المطلوب مني هنا؟ بيقول لي في الشكل الآتي ما القدرة المستهلكة بين النقطتين ألف وب؟ هو عايز القدرة التي تستهلك أو تستنفذ في المقاومتين دول مع بعض، عشان هما اللي واقعين ما بين النقطتين ألف وب. في أكتر من طريقة تجيب منها القدرة، طبعا قانون إحنا كنا ضمنيا كده بنقول عليه قانون القطر، الباور بتساوي أي في في، أو أي تربيع في أر، أو في تربيع على أر. أنت عايز تحسب من أنهي قانون منهم
اللي يقدر يكون قدام عينيك وسهل ان انت تتعامل معاه شغله على طول. بمعنى انا مثلا من وجهة نظري هجيب المقاومة المكافئة بتاعت العشرين والتلاتين، عشرين في تلاتين على عشرين زائد تلاتين هتطلع معاك تقريبا اتناشر، يبقى المقاومة هنا باتناشر والمقاومة دي بتمانية، يبقى المقاومة الكلية عشرين. هاجي اجيب التيار بتاعي هقول له V على R total 120 على 20 هيطلع 6 أمبير. يبقى أنا كده جبت التيار بتاعي الكلي اللي هيمشي في الدايرة هو 6 أمبير. إزاي؟ هقول تاني بسرعة هو، جبت المقاومة المكافئة بتاعت دول 12 مع المقاومة دي توالي 8، يبقى المقاومة الكلية 20، 120 على 20 ب6 أمبير. التيار 6 أمبير هيجي هنا، انت لسه قايل ان المقاومة المكافئة هنا يا جماعة 12، تمام؟ المقاومة المكافئة هنا 12، هتقول لي I تربيع اللي هو 6 تربيع ب36، يعني هضربه في كام؟ في 12 اللي هي المقاومة الكلية بين النقطتين A و B. I تربيع في R، I تربيع في R، فانت كده جبت القدرة المستهلكة. ممكن تجيبها بطريقة تانية، 6 في 8 ب48، ده كده فرق الجهد هنا. هطرحه من ال 120 فيبقى انا جبت فرق الجهد هنا، واقول له في تربيع على ار، تمام؟ صح كده استاذ ايمن؟ تمام، الله ينور. تمام، وممكن يقول لي اي في في، زي ما تحب هتلاقي نفسك شغال. لكن نبص على الاختيارات وانت بتحل، ان شاء الله هتلاقيها 432 واط، تمام؟ طب القدرة ما ننساش، أستاذ أيمن قال لنا في حتة كده وإحنا شغالين في الحث المتبادل على حتة إضاءة المصباح، أو قلناها تقريبا، القدرة المستهلكة أو المستنفذة كلما زادت المقاومة، تمام؟ إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ بتستهلك طاقة أكبر ولا بتستهلك طاقة أقل على حسب التوصيل توالي ولا توازي؟ وده سؤال هنحاول إن شاء الله نبقى نجيبه برضو في حتة قريبة كده أثناء ظهرناهم معنا. فاضل لنا بس السؤال واحد يا استاذ ايمن بسرعه كده. السؤال ده ونختم بيه الحلقه ان شاء الله. بيقول لي وضعت حلقه معدنيه نص قطرها 1/10 متر ومقاومتها 2/100 اوم في مجال مغناطيسي، كثافه فيضه 2 تسلا، احسب مقدار الشحنه. طب هو انا عايز شحنه منين؟ انا اللي انا اعرفه في الجزئيه دي ان القانون بتاع فاراداي اي ام اف بيساوي سالب ان بي في اي على دلتا تي. طب يا ترى ازاي اقدر اجيب قيمه الشحنه؟ نفك الاي ام اف يا جماعه، هتبقى كيو في تي اللي هي اي في ار، تمام؟ اي ام اف يا جماعه بتساوي اي في ار، فممكن اقول عليها كيو على تي في ار، فبطير التي دي مع التي دي، اصبح القانون قدامي كيو بتساوي 2 بي اي على ار. طب جت منين الاثنين يا جماعه؟ الاثنين عشان انت بتقول الحلقه اتقلبت، يعني الفيض المغناطيسي كان بي في اي، فلما اتقلبت يعني دارت بزاويه 180، يعني اصبح الفيض سالب بي اي، واحنا بنقول تغير بي اي سالب السالب بي اي يبقى 2 بي اي. ما عوضناش بالان عشان هي حلقه عدد اللفات فيها واحد، فبقت اتفضل زي ما كده. احلى حاجه في السؤال يا مستر عبدو ان انا ربطت اول درس خدته في الفيزياء باخر درس وقفت عنده في الترم في الفصل الدراسي الاول. يعني احلى حاجه في السؤال ان احنا ربطنا الدرس الاول بالدرس الاخير في الفصل الدراسي الاول، ودي طبعا بتكون افضل حاجه واحسن حاجه ان احنا بننهي بيها حلقتنا. اتفضل. تمام تمام. طبعا انا عارف ان كان في مساله كيرشوف مستخبيه، بس اعتقد الوقت مش هيسمح. هنحاول باذن الله واحنا شغالين في دوائر التيار المتردد في الفصل الرابع، وعد منا كده زي ما نفكر بعض ان شاء الله نديهم مساله كيرشوف، عشان بعض الطلبه كانت بتسال ازاي نقدر نحل كيرشوف، لان بعضهم بيبقى خايف منه برضه. باذن الله. طبعا على امل اللقاء باذن الله، نترككم في رعايه الله، وبحب اقول لكم من كل قلبي يا رب ان شاء الله اشوفكم متميزين. وبشكر استاذ ايمن هلهول من بورسعيد، وكان معاكم عبد الرؤوف حمدي من القاهره، وبإذن الله أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.